المزورات ديال الحاج محمد سلامة. الحاج محمد سلامة لاعب ديال النادي الجامعي، رئيس ديال لازيك، رئيس ديال الوداد. هذا من الناس اللي كانوا في الجامعة، من الناس اللي كانوا كيموتوا على بحال هاد الحوايج ديال الجامعة. كان دائما كيتضارب مع رؤساء الجامعات، هو اللي حاضر هنا الساعة بزاف التعصب. كان المشكل ديالو هو هادشي ديال الجامعة. تبارك معنا رئيس الجامعة الحالي اللي هو سي العدلي الحنفي اللي كان مرحبا به. ومعنا الأصدقاء ديال المرحوم الدكتور الحاج خليفة، هذاك الروندا ديالو راه نجيب جلابة. الحضور اللي كيهمنا بزاف هما الوليدات ديال المرحوم، الوليدات ديال المرحوم حاضرين معنا. بطبيعة الحال ملي كنقولوا كرة اليد ضرب السلطان كنقولوا الأب الروحي اللي هو السي عطيف، وكنقولوا اللي كان كيساندنا من نهار تأسسنا اللي هو السي حميد السويري. اللاعبين سعداء جدا بهذا الحضور هذا الدوري، واللي تحت الاسم ديال الحاج سلامة اللي كان صديقنا واللي عطى الشيء الكثير لكرة اليد الوطنية. وسعداء الحمد لله بتواجد هذه الفعاليات كلها، ومقدمتهم السي حاج السويري السي عطيف الدكتور خليفة الإخوة كلهم. نتمنى إن شاء الله هذا الشباب هذا بأنهم بغوا يكونوا النواة ديال المستقبل ديال كرة اليد، وحنا مقبلين على منتخب ديال 2006 2007، وهذه المناسبة إن شاء الله باش مجموعة من اللاعبين لشكل المنتخب الوطني ديال الشباب. وكنشكر العصبة